تتجه الانظار اليوم للملعب مكدوم ارينا بالرياض بالسعوديه لاستضافه نهائي كاس السوبر الافريقي بين فريق الاهلي المصري وفريق الزمالك المصري في مواجهه قويه وصعبه اليوم الكل يريد مشاهده المباراه اذا ما عليك فضل التطبيق زر اللايك واشتراك في القناه وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهايه سوف تلعب المباراه في تم الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره والساعه 9 بتوقيت السعوديه والساعه 6 مساء بتوقيت غرينيت سوف تدع المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراة تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة واشتركوا توقعات المباراة من سوف يفوز بنيك السوبر الافريقي الفريق الاهلي المصري او فريق الزمالك المصري